في هذا اللقاء وفي هذه الكلمة الافتتاحية أنا أشكر جميع القائمين على التحضير لهذه الندوة. عقدت هيئة علماء المسلمين في العراق وهيئة علماء المسلمين في فلسطين بالخارج ندوة في مدينة اسطنبول بعنوان الخطر الصهيوني على العراق وواجب علماء العراق وفلسطين في مواجهته، لتسليط الضوء على هذا الخطر وواجب العلماء في مجابهته وفضح مخططاته. وتحدث الدكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي عن جهود العراق التاريخية في دعم القضية الفلسطينية على مدار تاريخه وأنظمته حتى في أحلك الظروف الاقتصادية التي يواجهها. دعم مراكز التعبئة والتجنيد التي بدأت في قطاع غزة والعراق واستقبال المتطوعين من أبناء الشعب الفلسطيني والانضمام إلى صفوف جيش التحرير، وقد استمر الدعم العراقي للقضية الفلسطينية على الرغم من الحصار الدولي الذي فرض بعد الغزو العراقي للكويت وحتى مرحلة عام 2003 بداية الاحتلال الأمريكي للعراق. من جانبه شدد الباحث الفلسطيني داود خلف على ضرورة التمحيص في الوجود الصهيوني في العراق الذي تصاعد بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. الصهاينة يعتمدون سياسة استراتيجية تسمى سياسة شد الأطراف، شد الأطراف في المناطق العربية والإسلامية، وعلى أساسها قسموا السودان وشدوا جنوب السودان وأسسوا فيه دولة، وكذلك في العراق محاولتهم مستمرة لتقسيم العراق بل طرح فكرة كتل الأقاليم. أما الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق فاستعرض دور علماء العراق في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرتها بكل الوسائل، ومنها المشاركة في المؤتمر الإسلامي العام في القدس سنة 1931 بوفد ضم 10 أشخاص من العراق يتقدمهم العلامة الشيخ نعمان الأعظمي رحمه الله ومفتي الموصل محمد حبيب العبيدي والمرجع الديني من النجف محمد حسين كاشف الغطاء والعلامة اللغوي المجمعي المعروف محمد بهجة الأثري وغيرهم. ثمة إجماع من الأمة نخبا ومجتمعات على ضرورة التنبه والاستنفار لمواجهة المشروع الصهيوني الذي لم يعد خطرا على فلسطين فحسب بل بات يهدد كافة الأقطار العربية حتى في ظل التحديات والحروب التي تعيشها بعضها كالعراق وسوريا واليمن.